نخش يا باشا على الافضل. نخش على الافضل، افضل تشكيل في منتخب الاسبوع دوري 2005. احمد صابر حارس المرمى سموحه، ثلاثة مدافعين، عبد العزيز سعيد سموحه، محمد ابراهيم الزمالك، احمد عبدين النادي الاهلي، مهاب سامي باك ليفت امبي، سيد امين من سيراميكا، هادي عامر حسين، عمر ياسر، عمرو ياسر من زد، رمضان السيد عجينه من بيراميدز، محمد رأفت النادي الاهلي، عاطف عبد الحكيم من المحل. طيب اذا هذا منتخب الاسبوع، بكرره لكم مره ثانيه علشان بحب انا اوثق بصوتي منتخب الاسبوع بصراحه، يعني بفرحان للاولاد جدا. احمد صابر حارس مرمى، افضل حارس مرمى في 2005 في الاسبوع الاول من سموحه، عبد العزيز سعيد ايضا من سموحه، ليهم نصيب في ثلاث لعيبه معانا سموحه، محمد ابراهيم من الزمالك، احمد عبدين من الاهلي، مهاب سامي من ام بي، سيد امين من سيراميكا، هادي عامر حسين من سموحه، ثلاث لعيبه من سموحه على فكره، هادي ثالثهم، عمرو ياسر زد، رمضان السيد بيراميدز، محمد رأفت الاهلي، عاطف عبد الحكيم المحله، وكمان في احلى الاهداف في هذا الاسبوع كذا هدف، يمكن في الثمانية بتوع الأهلي في أكتر من هدف، هدف هادي عامر حسين لاعب سموحة، يعني في أهداف وصراء في 2005. أفضل مدير فني في هذه المواليد 2005 بعد الأسبوع الأول يا كابتن محمد رمضان. طبعا أفضل مدير فني في أول أسبوع كابتن علاء عبده النادي الأهلي. طبعا علاء، طبعا علاء أنا يعني بس عايز أتكلم عليه بس يا كابتن شوية، يمكن علاء من المدربين اللي عاملين استمرارية، يعني هو بقاله ثلاث سنين قريب من 2005 كان ماسك وادي دجلة، وصل بيهم لماتش يعتبر يعني على آخر ماتش مع الاتحاد، الاتحاد هو اللي قدر ياخد المسابقة مع النادي الأهلي السنة اللي فاتت، والأهلي متمسك بيه جدا، يعني بيجيله عروض بره والأهلي متمسك بيه. هو بس الصورة دي هو هيزعل مننا في الصورة دي بس ليه؟ مش مشكلة. في ال لا عادك ليه يعني مالها؟ عشان لابس نظارة؟ لا لا عادي، هو بعت لنا صورة. طب غير دي يا كابتن؟ هو بصورة تانية. فهو كابتن حتى كان ماسك منتخب القاهرة كمان 2005، أنا يمكن أنا اتعاونت معاه في المنتخب ده. من الناس مثلا اللي اتعرف اللي هو هيمسك منتخب القاهرة الصبح، هو بالليل معاه 60 اسم بنقط القوة، اللعيبة المميزة، نقط الضعف، فانا شايف ان ده كادر محترم قوي. تمام، ممكن يا كابتن يبقى اضافه حتى للمنتخبات في السن ده كمان. اتفق معاك. سيد عبد الحفيظ يظهر في الاهلي من جديد في قطاع الناشئين 2005 لمتابعه ابنه، طبعا لسه كنا بنتكلم ابن الكابتن سيد معوض كان سيد عبد الحفيظ اسف يوسف مواليد 2005، وظهر الكابتن سيد عبد الحفيظ بصحبة الكابتن أحمد ناجي المدير الفني لحراس مرمى قطاع ناشئين النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الأهلي والبلدية وانتهت بفوز الأهلي 8-0. يوسف برضه من اللعيبة الكويسين ولد الكابتن ابن الكابتن سيد عبد الحفيظ. محمد عبد الله المدير الفني للزمالك مواليد 2005 بيقول احنا عندنا حاله من الانسجام بين اللاعبين مواليد 2005 و6 بعد دمج الفريقين معا، مضيفا الى ان معسكر الاعداد بالاسماعيليه افادهم كثيرا خلال الفتره الماضيه. وبرضه يا كابتن عايزين نقول ان مدرب الاسبوع في 2005 كان في برضه كذا اسم معانا، يعني يمكن كان في كابتن عبد الله الشحات مع بيراميدز كسبان طبعا مكسب 5-1، نتيجه قويه جدا. فبرضه في كذا مدرب، يعني كان في اختلاف برضه في الموضوع ده شويه اللي احنا ايه نحط مين افضل الكلام ده، بس طبعا في الاخر طبعا رحنا اللي عامل استمراريه من السنه اللي فاتت، انما طبعا الناس الثانيه عاملين اداء هايل يعني.